طيب المحاضرة دي هيبقى هنحل بس مسائل أكتر على الـ Image Enhancement في الـ Special Domain. طبعا الـ Image Enhancement في الـ Special Domain في منه أنواع كتيرة زي الـ Point Transformation أو الـ Point Enhancement والـ Local Enhancement. الـ Point Enhancement تشمل الـ Image Negative والـ Image Identity والثريشولد والجري ليفل سلايسنج والبيت بلين سلايسنج والكونتراست ستريتشنج واللوج والباور لو ترانسفورميشن. اللوكال ده بيشمل كل الفلترنج سواء كان بيعمل سموثنج او بيعمل شاربنج. طيب لو عايزين ناخد امثله على البوينت ترانسفورميشن، اول حاجه الايدنت ترانسفورميشن بيكون معانا الانبوت ايمج مثلا ونفرض لها ويدث وهايت معين ونفرض 2 في 2، الاوتبوت طبعا بيبقى لها نفس الـ نفس الويدث والهايت. الكونتنت اللي موجود جوه الاوتبوت بيكون هو نفس اللي موجود جوه الانبوت بالظبط. عندي اول بيكسل هنا فيها 2، هنا 2، 4 4 وهكذا، لانها ايه ايدنتيكال. ده لو انا عايزه الترانسفورميشن بتاعتي تبقى اس ايكوال ار، مفيش اي ترانسفورميشن بعملها على الار، بتبقى البيكسل قيمه البيكسل القديمه بيساوي قيمه البيكسل الجديده، الار قيمه البيكسل القديمه والاس قيمه البيكسل الجديده. لو حبيت ارسم شكل ترانسفورميشن ماتريكس في الايدنتي ترانسفورميشن، هيبقى عندي الاكس اكسس بيربريزنت الار والواي اكسس بيربريزنت الاكس، ورن الار هي الاولد بيكسل فاليو والواي او الاس هي النيو بيكسل فاليو. لو انا مثلا كنت زيرو هفضل زيرو، لو انا 50 كنت هبقى الاس هتبقى 50، لو كنت 100 هبقى 100، لو كنت 150 هفضل 150 وهكذا. دي الايدنت ترانسفورميشن بالنسبه للايكويشن وبالنسبه للفيجر وبالنسبه للاوتبوت لو جالي انبوت وعايز ايه اوت، نفس اللي موجود بالظبط. طيب في ترانسفورميشن تاني اسمه الايمج نيجاتيف. الايمج نيجاتيف دي الهدف منها ان انا بعمل انفرس للصوره، يعني بخلي الابيض اسود والاسود ابيض والجراي برضه بعكسه، بحيث ان هو لو كان جراي خفيف باهت بيبقى قوي وهكذا. ده الايمج نيجاتيف. الترانسفورميشن ماتريكس اس ايكوال ال ماينس 1 ماينس ار، وردن الار هي البيكسل القديمه والاس الاكس الجديده، البيكسل الجديده واللي طبعا دي النمبر اوف ايه في الليفلز اللي عندي. يعني لو الايمج بتاعتي انا بسيبها في 3 بيت، يبقى اللي عباره عن الجري ليفلز اللي ممكن ايه تنتج لي، اللي هي تبقى كام؟ 2 اس 3 بيساوي 8، يبقى اللي بيساوي 8 او النمبر اوف الليفلز اللي ممكن ايه هي الارقام الكتيره اللي ممكن تظهر لي في الصوره، 0 1 2 3 لغايه 7، فعندي 8 ارقام ممكن يظهروا. تمام، دي الترانسفورميشن ماتريكس، بحيث طبعا ان انت لو عندك الار بتاعتك نفرض مثلا ال عندي ب 8، فانا عندك 8 ناقص 1 ب 7، فمعاك الاس ايكوال 7 ناقص ار. لو الار بتاعتك لو الار بتاعتك ب 0، فانت معاك 7 ناقص 0 بقت 7، يبقى الار كانت 0 والاس بقت 7. يعني لو ما كانت دي اقل قيمة خالص، الاس بقت اعلى قيمة خالص. لو عايز مثلا الار كانت ب 7، فعندك 7 ناقص 8 ناقص 1 7، 7 ناقص 7 ب 0، فالاس تطلع ب 0. يبقى الار لما كان ب 7 كانت الاس بكام؟ 0. لما كانت اعلى قيمه بقت اقل قيمه. قس على ذلك طبعا كل الفاليوز بتاع الايه الار اللي هي من 0 ل 7. عندي مثلا هنا الايمج بتاعت 2 4 7 5، لو طبقت ترانسفورميشن ماتريكس دي على الايمج على الايمج دي هيطلع لي كده. انت مثلا عندك الاثنين البيكسل الاولانيه ب 2، معاك ال ماينس 1 ماينس ار اللي هي ال ماينس 1 ماينس ار، ال ماينس 1 ال ب 8 ماينس 1 ب 7، ف7 ناقص 2، 7 ناقص 2 بكام؟ ب 5. ال 4 معايا 7 ناقص 1، 8 ناقص 1 ب 7، 7 ناقص 4 هيديني 3. وهكذا بقى بالنسبة للسبعة، السبعة دي اللي هي الار، معايا 8 ناقص 1 7، 7 ناقص 7 اللي هي البيكسل الجديدة دي هتبقى ايه؟ تبقى 0، فيديني 0. عايزين نجيبها بسرعة، هتلاقي ان انت البيكسل دي انت عندك ال بكام؟ ب 8، الماكسيمم فاليو ممكن تجي لك كام؟ 7. فيبقى عندك 7 بتساوي 2 زائد ايه؟ 2 زائد 7، 2 زائد 5، 7 بتساوي 4 زائد ايه؟ 4 زائد 3، 7 بتساوي 7 زائد ايه؟ 7 زائد 0 وهكذا، 5 زائد 2. فانت ممكن تحلها ايه بشكل اسرع. فدي الترانسفورميشن ماتريكس بتاع النيجاتيف، ودي شكل الجراف بتاع النيجاتيف ترانسفورميشن، بحيث ان انت لو كنت اصلا الار ب 0 هيبقى الاوت بكام؟ ب 256. لو انت كنت 256 هيبقى الاوت بكام؟ 0.
طبعا كلمة 256 دي طبعا دي جنرال، يعني دي شكل أصلا، مش دي الجنرال الترانسفورميشن فيجر. المفروض إن يبقى هنا عندي ال ماينس 1، هنا ال ماينس 1، وهنا ال ماينس 1، لأن ال ممكن تختلف، ممكن يبقى عندي ال ب 8، ال ب 256، ال ب 16، يعني على حسب. فأنت المفروض الرول هنا مش 256، تبقى اسمها ال ماينس 1. طبعا دي ال برضه ماينس 1، تمام؟ دي اللي هي الايدنتيتي، بحيث ان انا لو كنت صفر هبقى الاس بتاعتي ب 256 او 255 او ال ماينس 1، الكرنت ال ماينس 1، تمام؟ دي اللي هي النيجاتيف. طبعا النيجاتيف دي احنا حليناها هنا لما يكون عندي نمبر اوف بيتس 3. طيب والايمج بتاعتي كانت صغيره، طب انا لو كبرت الايمج هي هيها، يعني معاك الانبوت ايمج وعايز اطبق الايدنتيتي بحيث ان الايمج بتاعتي يبقى الاول بتاعي بالمنظر ده نفس الويدث ونفس الهايت، هسال نفسي الايمج اصلا بتساب في كام بيت؟ في 3. يبقى اللي عندي بكام؟ ب 8، اللي هي 2 اس 3، معايا 8، فانت معاك من 0 ل 7. الاس بتساوي ال ماينس 1 ماينس ار، اس بتساوي ال 8 ناقص 1 ناقص ار، اللي هي 7 ناقص ار. فدي ترانسفورميشن ماتريكس للمثال ده، اس تساوي 7 ناقص ار. تبدأ تشوف يا اما تطبق الترانسفورميشن على طول، يا اما تقول 1 زائد ايه بيساوي 7؟ 6. 2 زائد ايه بيساوي 7؟ 5. 7 زائد ايه بيساوي 7؟ 7 زائد 0، وهكذا. لو حصل والنمبر اوف بيتس بتوعي كانوا 8، فانا بعرف كده ان النمبر اوف بيتس مالها 2 اس 8، اللي هي كام؟ 256. 256 ناقص 1 اللي هي 255 ناقص ار. فالترانسفورميشن ماتريكس بتاع المثال ده اس ايكوال 255 ناقص ار، تمام؟ ده معناه ان ال 121 زائد ايه يديني 255، يبقى زائد 134. عندي مثلا 205، 205 زائد ايه يديني 255، 205 زائد 50، وهكذا. لو كان عندي النمبر اوف بيتس 4، فانا عندي ال ايكوال 2 اس 4 اللي هي 16، اللي ماينس 1 ب 15، يبقى اس ايكوال 15 ناقص 4، وهكذا. طيب الثري شولدنج، الثري شولدنج ده بوينت ترانسفورميشن، بيكون الهدف منه ان انا بيكون عندي انبوت ايمج جراي، ببقى عايز اجيب منها الباينري ريبريزنتيشن ليها، وده طبعا لان انا بكون مهتم بايه؟ سبيسيفيك ريجن، وببقى عايزه انكليكت الباك جراوند. الترانسفورميشن ماتريكس للثري شولدنج اس ايكوال يا اما صفر، يا اما ال ماينس 1. المفروض طبعا 256 دي مش دايما ثابته، لان انا عندي النمبر اوف بيتس طبعا بتبقى ايه؟ ممكن تتغير. يبقى الترانسفورميشن ماتريكس الثري شولدنج يا اما صفر يا اما ال ماينس 1. امتى صفر؟ صفر لما يكون الار اقل من او يساوي الثري شولد اللي عندي، وال ال ماينس 1 اذروايز اي حاجه تانيه بره الرينج ده. يعني انا دلوقتي مثلا لو عندي ايمج وفيها بيكسلز كتيره، ونفرض لغايه 256، فانا بقى هو هيسالك، هيقول لك الثريشولد بتاعي 100. 100 يعني ايه؟ يعني انت تبدا تعدي على الايمج كلها وتشوف كل البيكسل فاليوز اللي هي قيمتها اقل من 100 خليها بصفر، غير كده خليها بكام؟ خليها بواحد، او خليها باعلى قيمه، تمام؟ زي ما اتفقنا طبعا الهدف من الجري من الثريشولدنج ان انا ببقى عايزه اعمل ايه؟ ببقى عايزه اكستراكت سبيسيفيك ريجونز اوف انترست. يعني مثلا لو انا عارفه عندي ايمج زي ما احنا شايفين كده مثلا فيها كوينز، او عندي ايمج فيها ريجون معينه من الجسم، عايزه الريجون دي هي اللي اشتغل عليها. ممكن اعمل ثريشولد واقول ان انا عايزه، لو عرفت البيكسل رينج فاليوز من الريجون دي، اقدر اقول ان انا الثريشولد بتاعي مثلا 100 او 50 او 200 او كذا، من اي حاجه بعد ال 200 انا عايزه تظهر لي كابيض، غير كده اسود. تمام، ده الثري شولدنج. لو عايزين ناخد مثال على الثري شولد، هنا مثلا بيقول لك اعمل لي ثري شولد ويرن، واعمل لي ثري شولدنج ويرن الثري شولد بيساوي 3، والايمج بتاعتي بتساوي في 3 بت. الايمج بتاعتي بتساوي في 3 بت، يعني 2 اس 3 اللي هي ب 8، يبقى اللي عندي بكام؟ زي ما اتفقنا انا كنت عايزه احط هنا ال ماينس 1، يبقى ال ماينس 1 بكام؟
في المثال ده 255، في المثال ده لو انا قلت ال ب 8 يبقى عندي 7، يبقى ال 3 شولدنج ايكويشن اس ال ترانسفورميشن فانكشن بتاع ال 3 شولدنج اس ايكوال 0 7 0 لما ال ار اقل من او يساوي 3 7 اذروايز. تمام. فاللي هيحصل ايه، ان انت هتعدي على البيكسل فاليوز دي كلها وهتشوف مين البيكسلز اللي هي اقل من او يساوي 3، لا كل اللي اقل من او يساوي 3 هحطها في زيرو. هتلاقي مثلا الصف ده والصف ده هتلاقيه زيرو زيرو زيرو، والجزء ده برضو زيرو. غير كده هخليه ايه، هخليه 1، هيبقى 1 1 ولا اعلى قيمة، اعلى قيمة اللي هي 7 بالنسبة للمثال بتاعنا. تمام. لو انا عندي برضو بسيب الايمج ب 3 بت بس الثريشولد بتاع 4، هعدي على البيكسل فاليوز واشوف مين فيهم اللي هو له علاقة بال4 او اقل من او يساوي ال4، واخليه بزيرو. غير كده هخليه 1. طبعا هو هنا معلمني الحاجات اللي هي بتماتش الكونديشن باللون الابيض، والحاجات اللي هي بره الكونديشن اللي هي اذروايز بعملها باللون الاحمر. فالاماكن دي اللي حطها 7، دي 7 ودي 7 ودي 7 ودي 7، نجي هنا 7 7 7 7. غير كده هخلي الحاجات ايه، زيرو الصف ده والعمود ده زيرو، ودي 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 ودي. تمام. ليه؟ لأن عندي 3 أقل من أو يساوي الـ4، والـ4 أقل من أو يساوي الـ4، والاثنين وهكذا. لكن الـ7 والـ6 والـ6 والـ5 أكبر من إيه؟ الـ4. طيب لو عايز أعمل جراي ليفل سلايسنج، هو مبدئيا الجراي ليفل سلايسنج ده يعني يعتبر فيرجن تانية من الثري شولدنج، ولكن هو ما بيديش مثلا، بيقول لك إن لو كنت أكبر من كذا اعمل كذا، لا بيقول لك لو أنا عندي رينج. لو أنا عندي رينج معين هو ده اللي عايزه اكون مهتميه بيه. غير كده انا يعني هعمل سلايسنج او هقطع الصوره عند الريجون ده. يعني من الاخر الايمج بتاعتي مش شرط نتيجه السلايسنج يبقى جراي، ممكن يبقى مش شرط قصدي يبقى باينري، ممكن يبقى جراي. فهو الاختلاف بين الثري شولدنج والجراي في السلايسنج ان ان الاولاني بيجي عند اونلي وان، يعني عند كونديشن معين ان حاجه اقل من او يساوي القيمه دي. لكن في السلايسنج اقل من او يساوي معايا لازم الاي والبي، يعني الرقم او الار اكبر من او يساوي الاي واقل من او يساوي البي، او موجوده في رينج معين. الرينج طبعا ده هنقول ان هو الاي والبي. طيب هيحصل ايه لو الار ما بين الاي والبي؟ عندك طريقتين، يا اما تعمل حاجه اسمها ابروتش 1 او حاجه اسمها ابروتش 2. ابروتش 1 بيقول لك ان لو الار موجوده في الرينج ده خليها لي بكام؟ خليها لي ب1 او خليها لي لونها ابيض، غير كده خليها لي بزيرو. يبقى الناتج بتاع الابروتش 1 ماله؟ باينري. خلاص هبص على كونديشن يبقى انا بعمل سلايسنج، بس الناتج باينري يبقى انا في ابروتش 1 هطلع 255 او زيرو بس. زي ما انت شايف كده، لو الرقم موجود اقل من الاي هيبقى بزيرو، اكبر من البي هيبقى بزيرو، ما بين الاي والبي هيبقى ب1. 1 اللي هي مين؟ اللي هي الرقم اللي اسمه 255. طيب الابروتش الثاني اللي موجود في السلايسنج هو ان بتقول عند الكونديشن بتعمل حاجه واذروايز بتعمل حاجه ثانيه، بس الاول بتاع الابروتش 2 بيكون جراي ليفل فاليو، ما بيكونش باينري. هنا لو كان البيكسل موجوده ما بين الاي والبي هخلي البكسل قيمتها في الاس هتبقى كام؟ هتبقى 255 او هتبقى اكبر قيمه. اذروايز هتبقى ار، مش هخليها بزيرو، لا هخليها بار. يعني هيبقى اسمها ايه؟ ويز باك جراوند، يعني انا هكون مهتمه بالباك جراوند ده هتظهر عادي. وطبعا لو انا ظهرت الباك جراوند ده يبقى ظهرت ايه؟ ظهرت جراي فاليوز. طيب فان هنا الترانسفورميشن ماتريكس بتاع او الفيجر قصدي بتاع الجراي ليفل سلايسنج ويز باك جراوند او ابروتش 2، الار بتبقى بالقيمه دي، بتيجي انت تقول لها في الاس، هتيجي عندك معاك انت طبعا الاي والبي. افرض ان الاي مثلا هنا ب 100 والبي ب 150، فهتشوف الرقم طول ما هو بره الرينج، بره الرينج ده هخليه زي ما هو. الاس هتساوي الار، الاس هتساوي الار، الاس تساوي الار. في اذروايز لو جيت جوه الرينج ده، لو جيت جوه الرينج ده انا هخليها بكام؟ بواحد، او هخليها ب 255. طبعا ابروتش ده في منه حاجتين، يعني في منه طريقتين موجودين في المحاضرة. لحظة واحدة.
عشان بس أظهرها في الفيديو يعني. ده الابروتش التاني او الابروتش اللي انا بتكلم فيه، ان انا هنا في الابروتش الاولاني احنا كنا اتفقنا طبعا ان لو البيكسل فاليو موجودة في الرينج ما بين A و B هخليها بواحد، غير كده هخليها بزيرو. انا ممكن ابقى في نفس الابروتش الاولاني ده برضو، اتمنى طبعا الصورة دي تبقى واضحة. ممكن بدل ما اخلي صفر وواحد اخلي اللي موجود جوه الرينج واحد وصفر، يعني اللي بره الرينج كده هيبقى واحد واللي جوه الرينج هيبقى صفر. تمام. ده في ابروتش 1. فابروتش 2 انا باجي هنا بقول ان الحاجه اللي موجوده ما بين الاي والبي هخليها بتساوي 255، غير كده هخليها ار. انا ممكن اقول ان الحاجه اللي موجوده ما بين الرينج ده هخليها قيمتها هي اللي تقل، واللي بره الرينج هي اللي هتبقى بواحد. تمام. يبقى انا كده احتفظت، خليت الباك جراوند بواحد. تمام. والحاجه التانيه هي اللي بالايه، هي اللي بالار. اوكي. طيب فانا يعني اتس اب تو، يعني في الاخر انت تستخدم ابروتش 1 ازاي وابروتش 2 ازاي، بس عامه ابروتش 2 ابروتش 1 ليها طريقتين وابروتش 2 ليها طريقتين برضه. بس احنا في الاخر بالنسبه للبي دي اف اللي احنا شغالين فيه اللي هو ده بيستخدمنا يعني موضح بس طريقه واحده. معلش كده. هنا انا شارحه في البتاع ده طريقه واحده بس في ابروتش 1 وطريقه واحده في ابروتش 2. ابروتش 1 قايله هنا ان صفر و255. انا ممكن اقول 200، ممكن اقول صفر و255، بدل ما اقول صفر و255 اقول 255 وصفر. تمام. ده الجانب السلايسنج وزود باك جراوند، يعني انت جيت قلت الحاجه اللي بره الرينج ده انا هخليها بصفر، يبقى الباك جراوند ما خدتهاش. لو انت جيت قلت على الحاجات اللي بره الرينج انا هنزلها زي ما هي، يعني الاس هتساوي الار، يبقى انا كده ايه ويز باك جراوند. طيب ده طبعا مثال ان انت بيكون عندك الانبوت جراي. لو الاوتبوت عايز يبقى وزود باك جراوند او عايز يبقى باينري، يبقى انت كده في الابروتش الاولاني بتقول انت 0 او 1، الحاجه اللي موجوده جوه الرينج هخليها 0، غير كده هخلي الحاجه الثانيه سوري 0 1. طيب الجراي ليفل سلايسنج ويز باك جراوند، انت هتلاحظ كده ان الحاجه اللي موجوده جوه الرينج اللي هي مثلا الاوبجكت ده هتخليه بوحيد، والحاجه الثانيه اللي بره الرينج هتخليها بقيمتها، هتلاقيها بايه؟ بجراي. تمام. طيب لو عندي مثال مثلا عايز اطبقه على السلايسنج، هو طبعا لازم يقول لك هو هنا عايز الاثنين ويز وزاوية. طيب ما انا معايا الانبوت ايمج عايز اطبق عليها الاثنين سلايسنج، بس مديني الاي والبي، لازم يديني الاي والبي اللي هي مسماها ار 1 وار 2 اللي هي 3 و5. فابدا اشوف الار اللي موجوده دلوقتي موجوده في الرينج من 3 و5، وطبعا 3 و5 انكلودد. فاجي هنا مثلا الاقي 1 2 2 1 2 كذا كذا كذا، الحاجات اللي هي دي كلها اللي هي باللون الابيض هتلاقي كلها مالها بره الرينج، بره الرينج بتاع 3 و5، يعني اللي هتلاقيها 3 ولا 4 ولا 5. لكن الحاجات اللي باللون الاحمر هتلاقيها 3 4 5 5 و3، كل ده موجود جوه الرينج. هتعمل في ايه؟ لو انت بتعمل جري ليبل سلايسنج اللي هي وزود باك جراوند، هيبقى عندك
الحاجات اللي جوه الرينج هتخليها ب 255 اللي احنا قلنا عليها، وغير كده هتخليها زيرو. طبعا 255 دي اللي هي ايه؟ اللي هي ال ماينس 1. يعني انا المفروض احط في الترانسفورميشن ماتريكس دي ما تبقاش اسمها 255، المفروض اسمها ال ماينس 1، وهكذا. طبعا دي ال ماينس 1 دي الرول الجنرال. يعني لو طلب منك هات لي الترانسفورميشن بتاع ال جري ليفل سلايسنج بسبب باك جراوند، تروح قايل لي ال ماينس 1 و0، تمام؟ ما تقوليش 255 و0، لان 255 دي بتفترض ان انت بتسيب الايمج في ايه؟ في 8 بت، مش جنرال رول يعني. طيب ده الحل وزاوية الباك جراوند. لو عايز تعمل جزء الباك جراوند، يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان البيكسل فاليوز دي اللي موجوده جوه كونديشن هتعمل فيها ايه لو بتستخدم ابروتش 2؟ هتقول ان انا هخليها ب 255 او هخليها ب7، خلاص هخليها ب7. غير كده هخليها ب0، ولا غير كده سيبها زي ما هي، غير كده هنزلها زي ما هي، يبقى with background. في بعض الاحيان بيتم يعني بنريفير للجري ليفل سلايسنج وزود باك جراوند بان اسمه كليبنج، يعني عادي يعني، بس هو مجرد ترم تاني. لو قال لي عايز اعمل كليبنج يبقى عايز يزود باك جراوند، يعني السلايسنج الاولاني او ابروتش 1. انت معاك الايمج الاولانيه، معاك الار 1 والار 2 او الاي والبي 2 و5، فكل الارقام اللي موجوده بين 2 و5 مالها؟ كل الارقام اللي موجوده 2 و5 هخليها تبقى 7، والحاجات اللي بره الرينج ده خليها 0. عدى على الايمج كده واشوف ايه الحاجات اللي بتماتش الكوليشن، هلاقي 2 و4 و2 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 و5 و3 و3 ومش عارفه ايه. كل القيم اللي باللون الاحمر دي جوه الرينج خليها بكام؟ هخليها ب7، تمام. الحاجات اللي بره الرينج اللي هي باللون الابيض دي هخليها بزيرو، لان انا عايزه ازود باك جراوند. طيب بعد كده احنا عندنا حاجه اسمها كونتراست ستريتشنج، والهدف طبعا من الكونتراست ستريتشنج ان انا ببقى عايزه يعني اغير او اكبر الرينج بتاع البيكسل فاليوز. يعني انا شايف البيكسلز كلها، مثلا انا المفروض اسيب الايمج دي في 256، عندي 256 جراي ليفلز، ولاقي ان كل الايمج كلها معمول لها يعني كلها مثلا غامقه، البيكسل فاليوز غامقه، فانا عايز اخلي البيكسل فاليوز تاخد الرينج كله اللي هو 256. يعني دلوقتي لو فرضنا مثلا انا عندي الجري ليفل فاليوز اللي مسموحه لي 8 ليفلز اللي هي من 0 ل 7، لقيت كل البيكسلز اللي موجوده في الصوره بس من كام؟ من 0 ل 2 او من 0 ل 3، 0 1 2 3، 0 1 2 3، 0 1. فانا عايز اخلي البيكسل فاليوز دي توصل تبقى ايه؟ اخلي الصفر تبقى مثلا حاجه والثلاثه تبقى حاجه وهكذا، ان انا اخلي البيكسل فاليوز دي الرينج بتاعها يكبر، خلاص. فبعملها ازاي؟ طبعا في الكونتراست ستريتشنج دي لينا طريقتين. الطريقه اللي هي ستريت فورورد اللي كان معموله بلاين ايكويشن اللي اتشرحت في المحاضره، لو ودي الطريقه الثانيه. فخليني مثلا اقول اشوف اجيبها لكم بتاع الطريقه الاولانيه. بأتمنى طبعا الصورة دي تبقى هي اللي واضحة. دلوقتي بيعمل كونتراست ستريتشنج ان انا بتكون البيكسل فالوز عندي مركزة في منطقة معينة، بس هي مسموح لها رينجز كبيرة من 0 ل 255، هلاقيها متركزة بس عند من 84 ل 135. ببقى عايزة اعمل ايه؟ افرد البيكسلز دي اخليها تاخد الايه القيم كلها، وبالتالي كل بيكسل هيتم محاكاتها ايه، او ان انا هحولها لايه البيكسل التاني بحيث انها تتفرد يعني. طيب وبالتالي في ان الكونتراست ستريتشنج الهدف منه، الهدف الاساسي ان هو
يغمق الغامق ويفتح الفاتح. يعني لو حاجة بيكسل فاليوز دي يعتبر فاتحة بالنسبة لدي، هيخلي دي غامقة أوي ودي فاتحة أوي عشان يبين إن في كده إيه أوبجكت، لأن عادة ما الكونتراست ستريتشنج إن أنا بحل مشكلة الإضاءة. تمام. طيب دي الطريقة الأولانية اللي اتاخدت في الكونتراست ستريتشنج. أنت بس عايز تقول إن الإيمج إن البيكسل فاليو الجديدة هتتجاب من الإيكويشن دي، بحيث إن أنت عندك لازم يكون عندك النيو مين والنيو ماكس والأولد مين والأولد ماكس. يعني أنت مثلا هنا في الإيمج الأولانية دي أنا كان عندي هنا الأولد مين 84 والأولد ماكسيمم 153، أنا عايزة أخليها تبقى من 0 ل 255. يبقى دي الصفر هي النيو ماكس النيو مينيمم، و255 هي النيو ماكس. تمام. يعني أنت كنت إيه وعايز تبقى إيه من الآخر يعني، فأنت النيو ماكس والنيو مين والأولد ماكس والأولد مين كون عايز تبقى إيه، ودي وعلى كنت هتبقى إيه. طبعا هي لها لاين إيكويشن، لو عملنا تريسنج بس هنلاقي ان هي ايه سهله يعني. بس فانت تبقى البكسل الجديده بتساوي الريشيو دي اللي هي نيو ماكسيمم ناقص نيو مينيمم على الماكسيمم ناقص مينيمم الاولد، مضروب في البكسل القديمه اللي هي الار ماينس المينيمم ماينس المينيمم اولد زائد النيو مينيمم. تمام. ده هيديك النيو بكسل فاليو. وكنا طبعا خدنا مثال من الاول للاخر ازاي اقدر احسب حاجه زي كده. الكونتراست ستريتشنج الميثود الثاني او الميثود الثانيه كان الهدف منها ان هو عايز يعمل مش عايز يفرد البيكسلز كده بالتساوي، لا عايز يعمل 3 ليفلز، ان لو البيكسل فاليوز موجوده من كذا لكذا اعملها لي مابنج لحاجه لحاجات معينه، طب لو كانت من رينج تاني لرينج تالت اعمل لي مابنج لحاجات تانيه، لو عكست لو هي موجوده في رينج تالت هحطها لي في حاجات تانيه، فمش هيفردها كلها بالتساوي، لا هي ايه هيعمل الشكل ده اللي هو كده. اوكي. طيب طبعا دي كان لها ستيبس معينه. دي يعتبر كونتراست ستريتشنج ميثود 2 او نسميها ابروتش 2 عادي يعني. طيب اللي هو ايه، انت عندك الار بتاعتك لها قيم، لو الار بتاعتك موجوده في الرينج من صفر لايه او الريشيو يعني او القيمه انا هاخدها، يبقى السي بتاعتك تبقى من صفر لسي. تمام. طيب لو البكسل فاليو موجوده ما بين الاي والبي هتبقى الاس بتاعتي موجوده ما بين السي والدي. طيب لو انا عندي البكسل فاليو موجوده بقى اكبر من البي هتبقى اكبر من الدي، ده الايه ده الاس. بنعمل حاجه زي كده ازاي؟ من خلال المعادله دي، انت بتبدا تضرب البكسل القديمه اللي عندك في فاكتور معين عشان يديك البكسل الجديد البكسل الجديد. تمام. الفاكتور ده يا اما الفا وبيتا وجاما او اكس واي وزد عادي. فلو البكسل بتاعتي موجوده ما بين الصفر والاي هعمل فيها حاجه، لكن لو موجوده ما بين الاي والبي هعمل حاجه، لو موجوده ما بين البي والال ماينس 1 هعمل فيها حاجه تانيه، بحيث ان هنا الاس الجديده هتساوي الحاله الاولانيه اكس في وار، يعني شوف الاكس بكام واضربها لي في الار، او شوف لي الالفا بكام واضربها لي في الار. هنا الواي بتساوي الاي الاس هتساوي واي مضروب في ار ماينس اي. طيب لو هو هنا مثلا مديني مثال زي كده وبيقول لي انا عندي بيكسل فاليوز زي ما احنا شايفين كده بيكسل فاليوز، المفروض ان البيكسل فاليوز دي مالها مثلا من كام لكام؟ من صفر اهي، من صفر ل 16 او من صفر ل 15، معايا ارقام كتيره من صفر ل 15، هتلاقي البيكسل فاليوز عندي يعني موجوده ولكن مش متوزعه بالتساوي. تمام. فانا عايزه اخلي البيكسل فاليوز كلها تظهر، كل البيكسل فاليوز بتاعتي تظهر. يعني انا هنا مثلا عندي السبعه ال 12 الواحد الاثنين الثلاثه الاربعه، هو ممكن برضه عايز ممكن لو عايزين نكبر الرينج خالص من 0 ل 16 يبقى حاجه تانية اكتر يعني. بس عامه لو انت معاك ايمج وعايز تغير الاوتبوت بتاعك، يبقى مثلا بدل ما هو يبقى كده عايز حاجه زي كده، انت كده ممكن اصلا تقلل الرينج. لو عايز تقلل الرينج برضه عادي، كونتراست ستريتشنج هو بتغير الرينج من الجري ليفلز اللي عندك. طيب
فالمابينج ده بيحصل ازاي؟ انت بتبدأ تشوف كل الارات اللي عندك من 0 ل 15، وتبدأ تشوف الار بتاعتك دي موجودة في انهي كونديشن. الار موجودة في الرينج اللي هو كام؟ من 0، فين ال موجودة من 0 لايه؟ صح؟ او من 0 الايه بتاعتنا عندنا هنا ل 8، تمام؟ الايه ب 8 اللي هي اول رقم ده موجود ده، خلاص. والبي اللي هي 12، اوكي. طيب فهو هنا الايه ب 8 والبي ب 12، وطبعا اكيد اول حاجه اللي هي بصفر واخر حاجه اللي هي 16. وهنا طبعا السي والدي احنا عايزين نعرف الايه هتوبي مبدل الايه والبي هتوبي مبدل الايه للدي. طيب فانا عندي الايمج دي، ببقى عايزه اشوف كل بيكسل فاليو موجوده في الرينج ولا لا، تمام. فانت هتيجي مثلا عند السبعه، السبعه دي موجوده في الرينج اللي هو قبل الثمانيه من صفر لثمانيه، اه خلاص. فانت هتعمل فيها ايه؟ هتقول الاس هتساوي الاكس مضروبه في الار، او الاكس مضروبه في السبعه. وارن الاكس دي مالها؟ الاكس بتتجاب من المعادله دي، 4 ناقص 0 على 8 ناقص 0. بين ال4 وبين ال0 وبين ال8 وبين ال0، هو هنا مديك الدايمنشنز كلها اللي احنا كاتبينها دي. صفر هيبقى صفر وصفر، الاي هتبقى الاي والسي، البي البي والدي، ال ماينس 1 وال ماينس 1، يعني اخر حاجه. طيب هتلاقي دي صفر وصفر، ودي 15 و15 دايما، ال ماينس 1 وال ماينس 1. الثانيه بقى اللي هو الحاجات اللي في النص، انت معاك الاي والبي 8، والسي والدي 8، الاي والبي 8 و12، والسي والدي 4 و8، تمام. هتبدأ تشوف كل بيكسل عندك وتضربه في فاكتور الايه على حسب هي موجوده فين. بس خلينا بس نحسب الاكس والواي والزد. الاكس بتساوي 4 ناقص 0 على 8 ناقص 0. من الأربعة ومن الزيرو ومن التمانية ومن الزيرو، بص على الأربعة ناقص زيرو اللي هي الإس 2 ماينس إس 1، على التمانية ناقص زيرو اللي هي آر 2 ماينس آر 1، خلاص؟ طيب واحسبها، هيطلع لك مثلا بنص الواي هتساوي التمانية ناقص الأربعة على الاتناشر ناقص التمانية، تمام؟ هتيجي في الواي هتساوي الخمستاشر ناقص التمانية على الخمستاشر ناقص اتناشر، تمام. هيطلع لك مثلا 7 3 ودي 1 ودي نص. طيب تبدا تحط كل الارات اللي عندك هنا، الار بتاعتك من 0 ل 16، وتشوف الكونديشن بتاعك. الصفر دي موجوده طبعا، احنا هنا ايه، هو هنا كويس ان هو عامل لموضوع الاي والبي، قايل لك الاي والبي. الصفر موجوده في الرينج اللي هو ايه قبل الايه، خلاص. فهبدا اطبق عليه الاكس في الايه في البكسل، او الاكس في الار. تلاقي نص دايما هنا، نص مضروبه في الايه قيمة الأور اللي هي هنا 0 1 2 لغاية 7، عن 0 لغاية 7، تمام. وتحسبها ويبقى هي دي في الآخر مين؟ الإس. طبعا هتلاحظ إن هنا كان نتيجة الضرب كان عبارة عن مثلا 1 ونص، فراح مقربها لمين؟ 2، لأن البيكسل فاليو المفروض ما تبقاش ما تبقاش رقم فلوت يعني. طيب لو القيمة بتاعتك أو البيكسل فاليو كانت موجودة ما بين الإيه والبي، والإيه والبي انكلودد، هتلاقي هنا أهو سوري ال A مش included وال B included، يبقى ال A مش معانا. فاحنا كده المفروض ناخد ال A، ال A دي تتضرب في اللي هي تبقى نص في 8، يبقى ال A معانا، يعني ال A دي موجودة في الرينج ده كله، خلاص. وال B هتبقى موجودة كلها هنا في الرينج ده ما عدا ال A، يعني معايا البكسل دي اللي هي 12 و11 و10 و9 بس، دي اللي انا هشوف ان هي موجودة جوه ال الريجون. يعني هتعمل فيها ايه؟ هتقول لك ان انت موجوده في الريجون الثاني، هتبقى واي اف واي في ار ماينس اي زائد سي، ار ماينس اي زائد سي. فالواي احنا اصلا كنا طلعناه بكام؟ طلعناه بواحد، فمعاك واحد واحد واحد، هنضربها في ال ار ماينس اي، ال ار 9 10 11 ماينس اي اللي هي 8 8 8 زائد سي اللي هي زائد 4 زائد 4 زائد 4، تمام؟ دي اللي هي مين؟ انا عرفت السي دي من هنا، من الحاجة المقابلة لل A اللي هي هنا، تمام؟ طيب وهنكمل برضه لغاية لما نشوف كل الفاليوز اللي موجودة بره الرينج ال 12 مش معانا، تبقى تبع الريجن الثالث،
وهضربها في الفاكتور التالت اللي هو زد، وبعدين هعمل فيها الايكويشن دي، هيطلع لي النيو بيكسل فاليوز. لو عملت مابنج هيطلع لي دي الانبوت ايمج ودي الاوت ايمج، تمام. طيب لو عايز تطبق لوجاريتمك ترانسفورميشن، هو اتفقنا طبعا ان الهدف من اللوجاريتمك والباور لو هو ان انا بعلي، يعني كان الكونتراست الهدف منه ان هو يخلي الحاجات القليله قليله قوي وتخلي الحاجات العاليه عاليه قوي، وبالتالي هو بيحل مشكله الاضاءه. لكن اللوجاريتمك والباور لو ده بيعلي الحاجه القليله بس وبيسيب العالي عالي زي ما هو، لكن هو بيعلي مين؟ القيم القليله. طيب وقلنا طبعا الاختلاف بين اللوجاريتمك والباور ان اللوجاريتمك ماله بيعلي بيعلي بقيمه اكبر، بيعلي القيمه الدارك بشكل اكبر او برقم اكبر. طيب الترانسفورميشن ماتريكس او ترانسفورميشن فانكشن بتاع اللوجاريتمك اس ايكوال سي لوج ال 1 بلس ار، وير طبعا الار دي هي البيكسل فاليو القديمه، والسي ده كونستانت انا ممكن ابدا اغير فيه لغايه لما اشوف الايفكت بتاعه في حاله ان انا بطبق الفانكشن دي بنفسي ككودنج، والاس هي البيكسل الجديد، تمام. لو انا عندي مثلا ماتريكس بالمنظر ده، مطلوب مني ان انا احسب الماتريكس الجديده مثلا دي كانت كام؟ 3 في 3. عايزه الماتريكس الجديده هتبقى 3 في 3، بس شوف ال 110 هتبقى ايه وال 120 وكده هتبقى كل ده ايه. اللي هيحصل بكل بساطه ان انت هتاخد الاس بتاعتك هتساوي سي لوج 1 زائد ار، يعني الاس هتساوي السي لوج 1 زائد 110. 110 زائد 1 111، اللوج بتاعتها هيطلع برقم هضربه في مين؟ هضربه في السي اللي هو مدالي هنا بالمثال ده بواحد، خلاص يبقى لوج ال 111. هتلاحظ هنا ان هو لما عمل اللوج طلع له كام؟ لوج ال 111 طلع ب 2 علامه 0 4، راح مقربها لمين؟ ل 2. اوكي طيب هيجي يطبق المعادله دي على ال 120، يبقى سي لوج 1 زائد 120، 120 زائد 1 121، لوج 121 هيطلع لي برقم اضربه في السي اللي هو 1، يبقى ايه معايا؟ 1 مضروبه في لوج 1 زائد 120 لوج 121 هيديني رقم، الرقم ده اقرب لكام؟ ل 2. تلاحظ ان البكسل كلها كام؟ تقريبا بقت 2، خلاص. فهو هنا ساب اللي عالي عالي، او يعني ساب العالي العالي خلاه ب 2، والواطي خلاه يعلاه، الواطي علاه مني، فخلى كله نفس الحاجه يعني. طيب ده شكل الاوتبوت ايمج في اللوج ترانسفورميشن. وطبعا هو لو كان طلب مني حل اللوج ترانسفورميشن بحيث ان السي مش بتساوي 1، ده السي بتساوي حاجه تانية اللي هي 1 على لوج 10 زائد 1 على، هعوض برضه تعويض مباشر بس، تمام. يبقى ال ال دي اللي هي حسب اللي جايبها لي في المساله، هو هنا مثلا ال ب 128، فانت معاك 128 على لوج 10 1 زائد 128 اللي هي لوج 129. بتحسب السي وتضربها كل مره في ايه؟ بدل ما تضرب هنا سي واحد كتير هتضرب في قيمه السي الجديده في كل الفاليوز، تمام. هيطلع لك في الاخر دي الاوتبوت ايمج. اوكي طيب الباور لو ترانسفورميشن، الريزولوشن بتاعته اس ايكوال سي ار باور جاما، وير الجاما دي يعتبر كونستنت برضه، بستخدمه عشان اغير في هو قد ايه يقدر يتحكم في ان هو يعلي الحاجة القليلة، تمام. لازم يديك السي ويديك الجاما، السي مثلا هنا بواحد والجاما باتنين من عشرة، نبدأ نحسب الاس ايكوال سي ار باور ار او باور جاما، السي بواحد يبقى الاس بتساوي واحد مضروبة في الار باور اتنين من عشرة اللي هي في الاخر ار اس اتنين من عشرة، يعني الاس ايكوال ار اس اتنين من عشرة. بتعدي على كل بيكسل فاليو، تعدي معاك الاسات الارات كلها، بتعدي على كل بيكسل فاليو وتطبق فيها المعادله اللي هي ايه؟ القيمه الار اس 2 من 10، ار اس 2 من 10 ايه؟ ما تخلص هيطلع لك رقم، قربه اديك كده، يبقى دي شكل ايه؟ الاوتبوت ايمج، تمام؟ طبعا ده مثال على السبيشال فلترنج اللي هو لما باجي اعمل افريج فلتر، وطبعا خدنا مثال زيه في المحاضره. ما فيش بتضرب وتجمع، يعني مثلا لو معاك البيكسل دي تبدأ تضربها في الفلتر ده كله، بس ايه توقف الواحد اللي في النص دي هنا برضو ايه في النص، وعايز تعمل بقى بادنج براحتك. اوكي طيب
ده الفلترنج في السبيشال دومين. طيب هو هنا بس بيوريك التأثير الحاجة، ان هو لو كان حط كل الفلتر ده جوه على 120 هتلاقي ال 120 مالها اتحولت لرقم اسمه 17، لان ال 120 دي يعتبر نويز او نويز سالت نويز بالنسبة لكل اللي حواليها، كل اللي حواليها ارقام عادية وهي 120 فاكيد دي نويز. طيب لو طلب مننا نعمل ميديان فلترنج، الفلترنج اتفقنا ان هو بيفيد قوي في حاله لما يكون عندي الايمج فيها سالت وبيبر، مش سالت بس او بيبر بس، سالت بس او بيبر بس بنشيلها بالافرج فلتر، لكن الاثنين مع بعض بنشيلها بالميديان فلتر. بنعمل ايه؟ يعني هتاخد لو انت مثلا انترستد بالبيكسل اللي هي 120 هتعمل سورتنج لكل البيكسلز اللي حواليها اللي موجوده معاها في ريجون. يعني هو هيقول لي الميديان فلترنج مثلا 3 في 3، هو فانا هطبق الميديان فلترنج بس مش هيبقى فيه فلتر او كونفوليوشن يعني. فتبدا ترتب عندك معاك صفر سوري خم الصفر 5 4 7 120، ترتيبها تبقى صفر 3 4 4 5 5 7 7 120، هتاخد القيمه اللي في النص هتبقى 5، يبقى انت كده ايه حليتها، شلت ال 120 وحط بدلها 5 لان هي يعتبر الميديان فاليو في كل الفاليوز اللي حواليها، وال 120 دي كده حرفيا نويز. طيب ده طبعا اللابلاسيان ماسك. طيب هو انا بيقول لك الفرق بين هو عادة ما ساعات بيطلق على الافريج فلتر بسميه لو باس فلتر، واللابلاسيان فلتر ساعات بيسميها هاي باس فلتر، عشان بس لو انت قابلك هاي باس ولو باس ما نقولش ان الهاي باس واللو باس بس موجودين في الفريكوانسي دومين، ده هي نوتيشن. يعني انت لو بتعمل لو باس يبقى انت بتعمل سموثينج، يعني بتبقى عايز تنقل الحاجات المهمه في الصوره والايدجز مش مهمه، لكن الهاي باس فلتر انا ببقى عايز انقل التفاصيل بس، ببقى مهتمه بالتفاصيل او بالايدجز فبتعمل هاي باس فلتر. وطبعا ده اللي كان بيعمله لابلاس ان هو بيعمل شاربنينج. طيب الافريج فلتر مهم في السالت نويز او مهم في الايه؟ في البيبر نويز، في البيبر نويز، لكن الميديان مهم في الاثنين. طبعا ده برضو مثال للزيرو بادنج، انت لو بتعمل زيرو بادنج بتيجي عند البيكسل دي تمام، انا بس نجيب كده لو الفلتر بتاعك 3 في 3 وانت مهتم تجيب النيو بيكسل اللي هي هنا دي، عايز تجيب اللي عايز تفهم دي هتعمل ايه؟ هتاخد 3 في 3 حوالين البيكسل اللي انت مهتم بيها، وهيظهر لك هنا حواليها ايه؟ أماكن مش عارف هي إيه، يعني مش عارف قيمتها وعايز تضرب الجمع فتحط هنا صفر تمام؟ صفر صفر. طبعا ده اسمه إيه؟ الزيرو بادنج، إن أنا أعمل إيه في الحرف؟ هعمل له بادنج بالزيرو، خلاص هحط زيرو، وبعدين أبدأ أضرب الفلتر ده في الريجون دي، بحيث يبقى أنت عندك الصفر في الصفر في الصفر، يعني الصفر يتضرب هنا في الصفر، الصفر يتضرب في الواحد، كل حاجة تضرب في اللي قصادها، صفر يتضرب في الصفر، وهكذا، الواحد يتضرب في الصفر. الصفر اه ماشي، والصفر اللي هنا هيتضرب في 2، والواحد هيتضرب في 9، وهكذا. اوكي فدي لو عايزه اطبق زيرو بادنج، طبعا هي بتوضحها بالرسمه هنا قوي يعني. تمام لو انت مهتم بالاثنين هتاخد ريجن حواليها اصفار كتيره كده تمام، جيت خدت التسعة هتاخد التسعة ايه اصفار حواليها كده. طب احنا قلنا مشكلة الزيرو بادنج هو الايه الكونتور او البوردر اللي بتحط حوالين الصورة بيبقى لونه اسود كده. طيب يبدأ بقى ينفذ يضرب، لما يضرب الارقام دي كلها، الارقام دي كلها هتزيد 4، يعني مثلا انا معايا هنا 1 2 3 4 دي كلها اصفار وفي 4 اماكن، فانا اجي عند الاماكن دي ولا احسبها؟ الرقم ده لو ضربته في 1 هيديني زيرو، لو ضربت في 1 هيديني زيرو، لو ضربت التسعة في 1 هيديني 9، لو ضربت السبعة في 1 هيديني 7، هيديني 7. غريبة، ثواني هنا بيقول لك الزيرو زائد زيرو
اه هو عشان قسم على الأربعة، فالسبعة زائد التسعة، سبعة زائد تسعة بستاشر على الأربعة، فيها الأربعة تمام، فيديك البكسل بدل في آخرها تبقى أربعة. طيب قس على ذلك طبعا، لو أنت مشيت الفلتر ستيب باي ستيب هنديك هنا. أنا معايا في الكورنرز هنا دي واحد 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 واحد، فمعايا هنا واحد وواحد وواحد وواحد، غير كده الأماكن دي كلها تبقى صفر. فأنت معاك تشوف كل واحد فيهم مضروب زائد، هتلاحظ طبعا التسع مضروب هنا في صفر، معاك اتنين في واحد باتنين، عشرة في واحد بواحد بعشرة، عشرة واتنين اتناشر ماشي، بعدين واحد في واحد بواحد اتناشر، وواحد تلاتاشر، معاك تلاتاشر هتقسمها على الأربعة هيديك كام؟ تلاتة وربع. طبعا ما ينفعش تسيب حاجة اسمها تلاتة وربع. طيب وهكذا طبعا بالنسبة لبقية الفكرة كلها، ان انت ان انت هتيجي في مرة هتبقى ايه؟ هتبقى في الآخر كده، معرفش دي مش سهرة ولا ايه. اه ماشي، لو انت جيت بس في الآخر كده دي هتبقى الريجن بتاعتك، هضربها في دي. طيب طبعا برضو مثال تاني للثريشولد، ان لو انا عندي ايمج اول نت ريزولوشن مثلا جي اوف اكس او الاس كده بتساوي صفر واحد، صفر بحاله ان الاف اكس او الار يعني اقل من او يساوي الثريشولد، غير كده بتكون اكبر من الثريشولد. طيب لو المثال ده كان مديني ثريشولد واحد، يعني لو القيمه بتاعتي اقل من او يساوي الواحد، دي هبدا احطها بصفر، صفر واحد يعني صفر واحد كله هخليه بايه؟ بصفر. ادي صفر وادي واحد، دي كلها خلاها بصفر، صفر واحد كل ده يبقى بصفر، ده صفر وده صفر يبقى هنا صفر، الصفر واحد صفر، صفر واحد 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 يبقى صفر 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 صفر، وبعدين أربعة تلاتة، هنا صفر صفر واحد صفر، كل ده هيبقى إيه؟ هيبقى صفر، وهكذا طبعا هيبقى بواحد. كلمة واحد دي معناها إن أنا مسيبة الصورة في only one bit، عشان بس نبقى فاهمين، يعني المفروض إن أنا أحط هنا أنا هسيب الإيمج في كام؟ أكبر رقم ظهر لي هنا كام؟ أربعة، يبقى ظهر لي في 3 بت، 3 بت، ممكن نقول 2 بت برضو، لأن 2 أس 2 بأربعة، بس هل 2 أس 2 بأربعة مش هتظهر لي الأربعة. طيب فالبتاع ده تقريبا مساف على 3 بت، والخلاصة أن قيمة الثريشولد اللي حصلنا عليها هي 1، تحويل الصورة باينري هناك على كل القيم الأكبر من الثريشولد بتساوي 1، والباقي المفروض إن هي هتساوي، مش بتساوي 1، بتساوي الماكسيمم بي أو الماكسيمم جري ليفل مسموح تمام. فالمفروض 0 و7، 0 و255 كده. طيب ده بس الـ الفايل، شرح بس في حالة يعني إن في حاجات المسائل بتاعتها ما كانتش ظاهرة هنا تمام. إن شاء الله نتقابل على خير المحاضرة الجاية.